إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالق عالمي دو قرآن بيروز دو سورة الروم آيات 25 و 26 وها أمرتك كا عبارة ده درس ده تلا أنا عبارة من دابية من تقي من السيل بيه أمه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من بالسماوات والأرض كل له قانتون. ومن آياته أبشخ ومن آياته تبد وصل ده سرهب أما تب ج علامة وحدانية قدانة ج آياته و معجزة كده سرهبونا خدا و يكتيا خدا لكن دجميلة حتى تبرا. ومن آياته سج آياته خدانة أن تقوم السماء والأرض بأمره وآسمان وأرض تب يعني وصا خرا نبونه لبيامانه دي وظيفة خدانه أبيا بأمر خدانه يعني خدا وان بيا لنا نب ستونا نب تشتان نب طبا خدا وان وصا قائم هشتيه ثم دي بشتي بيادا دي بشتي في شكرنا آسمان وأرضي كو وصا قائم مانه إذا دعاكم دعوة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني دع الله كم دعوة يعني بيك غازي كرنكي كو خدا غازي وبك من الأرض جا أرضي يعني مثلا كو دمزل دانة كو خدا غازي وبك إذا أنتم تخرجون همن وقابي چغب ويديورسونز وهمن مندر تراصلي ها يعني بيك غازي كرنكي غازي وبك همن مندر تن شوا إنسانكي كو دبر أمري مرب دابة و یه خدمت چی مره و چهاد به امری مره داره چهاد من گازید که همین باز داتی با مره اویاجی ربی عالمی یه بی طرف داد چهاد گازی و که همین و نیجی داریم و ورن میدانه یعنی به گازی کرنا خدا اشارتی بال ساخبونا به بال حشره باد که ولهو من بی سماواتی و الارضی چطه ده آسیمان و ارضی ده تب اوی خدا نه کلن لهو قانیتونه تمام جیش خدا راست و خورن و يعني دي بل امر خدا دانا امر خدا قبول دكن جرا مطيع مالي اجا قيام السماوات والارض قائم كرنا آسمان وارض شوا چهد با و استمساكوهما بغير عمدين ابيا بامره وصا گرتنا وان ب يعني سكناندنا وان وصا هم گرتنا ب ستون آسمان وارض وصا سكناندنا وان بي ستون وصا سكنينه أبيا بأمره بأمر خدا إجا أمر دمر دا يعني بقوله أمر دمكي إشارة لكو أمر دمر دا معنى قوله يعني نكو قولي بقوتن البيا يعني بقوتن اكا خدا كو خدا قوتيه كن فيكون هاتيه ميداني و اوچه بيا معنى وي اوايا يعني كو خدا إرادة هبونا وان هما كريه بنا شيء بونا يعني أمري ويدي ما كي أوا كونا أي بقوله كونا قائمتين خدا قوتي جهر يرى قوتي قائم مين يعني وصا لبيامين فعال بن آبانا جي لبيامانا بأمري خدا والمراد بإقامتهما لهما مراد بإقامة كرنا آسمان و ارض اقامتا خدا لهما جه آسمان و اردن ای اقامه خدا لهما و امراد به اقامتی به اقامه کرنا خدا لهما جوانه دیارا اراده تو لی کونه ما على صفت القیام دون زوال یعنی خدا تعالی اراده کری گوت یه ایوانا شوابن ایوانا اصندا یعنی خدا اراده قیام وان کری گوت یه ایوانا لپیابن برا نت زوال دام يعني مثلا برا نكتيبن برا نخرابن برا فعالبن لبيابن و دخبات دابن ابيا خدا اراده كده و اراده خدا و البياشت نشتي خرابنا ملي وقوله اذا دعاكم بمنزلة قولي يريكم في ايقاع الجملة موقع المفرد على المعنى يعني اذا دعاكم او دجي مفرد جملة اما دجيه مفرد ده عيني وكاكو
يريكم او جمله يريكم جكو در باس بو دو قوتنا خدايه تعالى دا يريكم البرق خوفا وطمعا او در باس بو يا او جمله يريكم اوجي ما جو يعني اوجد جمله بو اما دو قوه مفرد دا بو ام ياجي اذا دعاكم جمله اما دو جي مفرد دا معنى اولا ان شو اشد كانه قال سانك خدايه تعالى اواغوتيه ومن آياته قيام السماوات والأرض ثم خروج الموتى من القبور جآيته علامته وحسر وحدانيته خدايه تعالى هنا قيام آسمان وأرض ودركتنا وبشتي مرن إج قبراكوي ودرخن إذا دعاكم دعوة واحدة وقتك ورقا ونتشوى درين يعني دركتنا وبشتي مرن درين إج قبرا كينجي وقتك بيك غازي كرينكي ورقا غازي كنوان نكو اوه غازی کنو کو ناینو خو گرام بکنو شو بنا به یک جاره کی کو غازی کن تمام هم من لبر امر خدا حاضر من یا اهل القبور غازی کن جوه یا اهل القبور اخرجو کو بیجن تمام به هبر درته بل ول مراد دبر دات چی صدایه کرم کن سنو دبر دات چما ادعاکم بمنزلتی یوریکم او هرا یوریکم فلان بلارکو مگو ادحب ادمارت دهنه یکشی ادمارا نصبه یکشی ادمارا انه مدانید کرد تاویلا مزداری مدکر مبتدا خبرشی تشد کرد فقط ایزا دعا کم از شما دعا کم تکر تاویلا مزداری ویا شما بوشیه یعنی منه از اولان یعنی دبر داشی سانکی دخوزه دقیقی ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمري ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون يعني سدا عبارة أمكتين الشيء أزولا دقيقة عبارة أن تقوم عطفة أو ثم لا عطفة بسر أن تقوم بأي إيجا مني أو إذا ثم إذا دعاكم عطفة بسر ويدر بأي شواء أن تقوم مكو قيام السماء والأرض أبيا إذا دعاكم أو جدع عطم كلمة سلبية أو جدع قوة مفردة با الصف بجيب عمتكم ومن أو ثم إذا دعا ثم إذا دعاكم عطم بسر أن تقوم السماء والأرض سادة بقول كي إذا الشرطية إذا أنتم تخرجون الجملة جواب الشرطية إذا مفاجئة إذا الشرطية دبي كي ظرف عامل ظرف كي عامل تي اضافه كري بالفعل شرط اخوها ومنصوب بجزاء شرط اخويا شتي فعل شرط اخوي جرى دبا مضاف اليه اني او فعل شرط كذا تاويل مصدري ابو معنى يا مثلا اظنام يعني انا اذا انتم جواب الشرط تمام اذا دعاكم او فعل الشرط فعل الشرط اذا الشرط يا سيدي اذا الشرط يا دبي كي خافدة لشرطه ومنصوبة بجواب دبا مفعول في جواب أخرى ودبتش دبتي إذا فكرين بار في الشرط أخرى وفي الشرط دبا مضاف إليه جيرا مضاف إليه تاولا مصدري فأبوي معنى يدبي والله ما تقول خي أن تقوم السماء يعني أو ثم إذا عذاب سر ويدر بايا كأن تقوم تذكر تاولا مصدري قيامكم آمد تلبر گویا گو قیام انت قوم السماء و بیمری اویا مبتده و من آیاتی خبری یعنی ام دوام کن یعنی سیدان هم مقصده و یعنی دبی یکو عطفا لسر اجی و اکی که من شاکر براستی مبتین کرو یعنی انت قوم السماء شو تاویلا مفرد ده شو سیدان ملوشی جی تخوازی احادا اوجی ویتشید بیجه یعنی چکو سما اذا دعاكم او اذا دعاكم ظرف اجبو انتم تخرجون لا سيدا يعني ثم انتم تخرجون اجبو جمله اسميه وان تقوم السماء مفرده بها وانتم تخرجون تقوى خروج ده لا وسط واجب يعني ثم خروجكم اجبو عطفا وين مثل ان تقوم صعيب يعني وكي شوف او ثم اذا دعاكم لا اذا دعاكم معطوفه يعني يكون معطوفه انتم تخرجون نمزح يعني ثم خروجكم يا ساتي شخو فعل الشرط دبا
بضافوا له هيك إذا يا رب بلى بلى أو خبره وبش يا بشر أو يجب كنا تأويلا أن تقوم أن تقوم شو تأويلا قيام مدى أن تخرج تخرج كنا قوة آه أيوة يعني من أنا أبي أنا جبيرة أو زمخشري بخوجي بجا كسمة شما سمة آنية تراخية كريا سمة سمة عطوة بسر كود بايا تبدأ بيجي يعني أو زمخشري بزات بجا ملي يبقى بيجي أوي بيجي ملي أم در باسط من نعاكم مزيد قولي يريكم مهاتنا أفرام نوصا والمرادو سرعة وجود ذلك من خير توقف إذا أنتم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون يعني أو إذا أنتم آنيدان من درجة يعني وقت ورا غازي كن جوارا بيد غزة بيجا يعني ولا وقت ورا غازي كن جوارا بيكون خوف فرد أو إذا بمبينن يا دجار سجار ورا غازي كن جوارا يا ون إنجلا درخن يا زعمتي زول همن همن وانتي يعني أو أمر خدا من فزع يعني دبي كن فيكون شواتي غازي كن جوارا همن ونجعله درتين وطين يعني سرعات سرعات ده يفادة كرنا لو ما كوب إزاي فجائية لا يفادة كرنا إذا ما إذا دعاكم من الأرضي كود بيجي تمام أو من الأرضي متعلقين شبه يا سيدة أوي ورا بني تعجلت كيها بنية تمطل عنك كيها والمراد سرعة وجود ذلك من خير توقفين ولا تلبسين بي سكنو و بي دورق لما هما هو خزي خزي درتين جعال ده كما يجيب الداعي المطاع مدعوه شو دعوة شيكي مدعوه مدعوه شو دعوة شيكي كي تعاوي تكرن غازي ابيكو غازي دكيك غازي بكي شو همان دبي دبي شي دبي بفرما كرمك امير من سلطان من همان دبي امري وحاصر اوجي ربي عالمي جي امري من فزت شو دبي جا همان أبرج عرضي درتين والبر أمر ربي عالمي حاضر له كما قال القائل يعني نمكي جي إزاي فجائيات أو درتي يعني سرعة درتي تفعمي دبي شو شاعر جي وصوتي وتي شي دعوت كليبا دعوة فكأنما دعوت به ابن طودي أو هو أسرع ماله دعوته دبي من غازي كر كليبان قبيلة كليبية دعوة بغازي كرنك من غازي كر فكأنما دعوت به ابن الطودي سانكي فريبانا زوهاتن فريزوهاتن وكاكو من غازي يانقية دنجي خكر بان تدي وقت ما بجانا غا لتشيا ميا بك ما بنزانن وقت ما بغازي كر دنجي مرد تشيا لمرد فتلة شخازو يتفتلة إجا أب جي دبي كم غازي وان كرة عيني وكا كم غازي يانقيا هو كربة شوا يانقيا يانقلا ما أو صدا صدا أو صدا أساس دنجي بيكو جري يانقيد كه أدبي عيني وكا كم غازي وي كربة أو هو أسرع ويجويد ها خزديتر زوتر همن لمن فتدي ها أبا دمكي دعوت كلي بين دعوة أبلي يعني قصة غازي كنا كي كم خزدي يعني هاتنا ها أبي يجويد ده يفادة كره ماله يريد بابن الطود الصدى يا صدى اول حاجه يا جي كبر ان ما بيها نكو اذا تدهده يعني كبرك كو جوردا غير ببه ورا بسر مريم دا شقا زوتي هم بين المفقن بقى ابي اجي او غازي كنا مرجي يا وكا صداي يا وكا كبرك كو غير ببه بسر مريم دا شقا زوتي معنى وانما عطف هذا على قيام السماوات والارض بسماء مني عطف مني عطيفة وإنما عطيفة على قيام السماوات بالسماء شو ما بالسماء قو بقول قو توا هذه آيات ما تشبو آيات ما قو مني ما قو من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره قيام السماء أن تقوم السماء والأرض بأمره وإذا دعاكم دعوة من الأرض تمام يعني بقول توا وإذا دعاكم يا فإذا دعاكم شو ما بالسماء قو السماء تراخية غزة يعني تبرد اش قيت تراخي تشكيت ده هيا مالي دقيق سمه اليا بيان بسمه بيانا لعظم ما يكون من ذلك الامر واقتداري على مثله او اليا يعني
این شکی گلک مثلا آسمان و ارض سکراندن آوان یعنی که قیام آوان او بسکرن امره که گلک مثلا او رب عالمی جی مقتدره لسر وکا مثل قیام آسمان و ارضه وهو أن يقول أخذ تعالى بجه يا أهل القبور قوموا فشتي بيا أي أهل كد قبرانا دلين يعني أمرك أو بالسماء يعني أو عظمتا وولايا وبيارا قيام آسمان وأرضي ده إفادة كريم فشتي وي هيجا خلاجوانا قوتيا چه قوتيا انج قبره خدري يعني افاده كنا بسمه دبي وشاتبان عظمته واولايوم باتكن من فلا تبقى نسمه من الاولين والاخرين الا قامت تنظر دبي زيرحكي يا امبيشن رحبركي رحبرك يا مثلا كن جاول واخره ابي كشان صد صال بريجي ام شان حزار صال بريجي مربل و امی که یه تزجی مربن تمام به هفر را ببین امری خوده به یک دنگه که همین راد بین او دنیرن که خدا چه امری واند که جبوی چه رابونه و بر حساب آخو نیچه بله کما قال عز و جل بنظری بیا هیه یعنی که خدای تعالی دویجه و همین راد بین و او دنیرن او ده تنظروش ده بله آدبه وقت خدای تعالی گوتیه ثم نفخ فيه اخرى جار قادن تي بفكرن سوري را فاذا هم قياما ينظرون همان وانا درتين اودنيرن ندورو بالي اودنيرن كا اوي كدا هرن اوي خدات على امري وان شوابك ان دي اف تنظرونا برا جبي ايتا دني زعما خشي دا بخيان يا ملي افا سوري زما ايتا شيرتو عشتا ملي قولك دعوته من مكان كذا كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك كود بيجي دعوته من مكان من جفلان داري غازي كري يعني أو جي جيك دا غازي كري تو مكان دي إفادة كري من الأرض أو يشادي بالأرض بك يعني ها كما يجوز أن يكون مكانك دبكو أو جي تبجي يجوز أن يكون مكان صاحبك دبكو جي هفالة تبجي يعني دبردا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض جي أرضيك تغازي كرم بالوما يعني أو أرض شواء أو جي ويا دبكو جي غيري وبجي يعني خدا وقت غازي ك يعني ون جوارين وغيري وجوارين ابد بردا چی تو خواهد بیشه؟ یعنی زمخشری وید خواهد بیشه؟ سیلا دو خواهد که بیشه، آوا بیشه. اویدا دعا کن من الارضی، کدری من الارضی، اف ارض نحاشا کن مکانه. دعا دعای خدای. اف من الارضی ای جی خدا نینه، جی کیه جی ای کد ارضی دا دفن کرینه. خواهد وی وای بیشه. ها. تمام. تخرجونه ها. اویت چکی خوش بو یعنی خدا بنی تدوی من جسری خانی گازی کری که مگو ربا من ابا تجدیه خو گازی کری ایجا دبکو تدوی من جخور گازی کری یعنی مگو رجوری یعنی اف من الارضی مکان خیر خدایه نه مکان خدای حاشا خدا جا ارده گازی و نکریه يعني كنا او جي خدانا ده بلكن تمام خوشو خوش او جي او الي ارضين تمام لو ما دبي وقتك تبي مغازي كليه تبي او مكان تبجي ابي غير تبجي دبر ده خدا قوتيه من الارضين نك حاشا مكان خدايك وحطا خدا ببه تجسمج خدا شي ببه خدا بجسم بك مكانا خدا تعالى الله من علوا كبيرا بل كما تقول كما دعوت زيدا من اعلى الجبل من قاضي زيدة كده جورة تيا فنزل عليا جورة هاتا خوري بامن بني دمكي أفردا من أعلى الجبلي نكو تلوي بويتا قاضي كريه أول ويبيتا قوتيا ولا خوري أبات يا خوري ودعوت من أسفل الوادي ججير نوالي من قاضي كريه فطلع إليا هلك الشيا هاتا بامن أبيا داكتا خوري هات بامن أبيا هلك الشيا هات بامن دمكي دهدو جيادا جي
لهر دو جلا من أسفل أو من أعلى أو ن نجي داعية جي مدعوية خش فين قلت أغلب تبيجي بما تعلق من الأرضي من الأرضي متعلق بشوا شوا سيدة مروي سجي جرا أفشبت شيء بقول أبي الفعلي أم المصدري متعلق بفعلي ما يا متعلق بمصدري ما ومتعلق بفعلي ما يعني بلي دقيق ومن آياته ما قلتش أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم يدعاكم دعوة من الأرض دعاكم دعوة دعاكم دعوة بدعاكم فيا يا بدعوة فيا نوصى تبي تبي يعني دعاء فعلا دعوة شي مصدر إيه قلت أزيم هي هاتا أبي أبردو له يعني كل مصدر فيا أبردو له ها شما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلين وقت يكون شمي خدا ولا شمي معقل بطل دمه إيه طبي مثلا بيجي حاجة عمر جرى قلت يا هرى آوه ببجيكي العراقي والله أعلم آوه بريه شمكي وصا وكا قنالكي شكريه عندي أو قنال بناو معقل هاتيه ناس كرن والله أعلم الصحابي يجي لحرب حدي يعني ده آنداش ما حدي بيه وانداش حاصل بيه إجا أبيا جيل السر في أرنكتين أبيا ضربوا مسألة يعني كو تشكي تشتكي مصدر ورا كو روش داري اندي كرا رعنايا وان فايدة نادا كو فعل هبا مصدر اندي جبونا تعلقا او كرا جارو مجرورا ناصلحة انجا كو فعل تنبا هيجا بمصدر با نصلحة او جده هيهات دورة كو بمصدر بابا او بفعل بابا فإن قلت أقول لك ما الفرق بين إذا وإذا؟ تدري ما قلت دحر إذانا إذا كما؟ إذا لقيك إذا دعاكم دعوة الأرض إذا تبتهرجون آه أول هرد إذا أو هرد إذا تشفر قولنا بين وانا قلت هو أكيد تشغوش وصليم الويسي الأول للشرط إذا الشرطية والثاني للمفاجأة إذا دعاكم زمان ولا قاسي كرجورا إذا أنتم تخرجون همن ون جعل درتين أو إذا مفاجئة ويتنوب مناب الفاي في جواب الشرط إذا مفاجئة ذكرت جي الثيان لسر جواب الشرطة إذا الشرطية قلته وقرئ تخرجون بضم شدي بمشيدا كلام كذا ذاتي وقتك عادات الشرطية جواب دا عمل لك نا لفظاً نا معنى مجموعين به ويقاب فاتي ويا إيجادش بو ارتباط جواب بشرطه أري ليش خو؟ يعني مثلا أو لسه جواب الشرطه ارتباط فعل الشرط جواب الشرط بعرف شيء بقى وقتي كو عمل نكته دا كو يعني أمبيجن مثلا جملة اسمية بقى يا مثلا أمر بقى نهي بقى فلان كو يعني أمبيجن أداة الشرطه جواب الشرط دا ديرك عمل نكته أو فيتي أو شوف بون قاعدة ملي تب معلومة بنا إيجابي قوتنا ناقة وقرئ تخرجون هاتيه وتخرجون جاتيه قلت تخرجون ب يعني اشترف خدا دا بأمر خدا وانتين درخستن بنا مجهولة إجا قلت تخرجون بجي كون درتين كون درتين إجا بنا معلومة طب خدا دا درين وني درتين أو شاقي بنا معلومة ولا لا تي معنى كلا بلي قانتون يعني من قادون لوجود أفعاله فيهم لا يمتنعون عليه أمانة تب من قادم يعني تب لبني أمر خدا استخورا أمر خدا رستي خداتين أمر خدا بجيدين شماجي لوجود أفعاله فيهم جبويكو يعني جلك نعمته قنجيو أو أوكي خدا للسروان هنا لوما يانا فالنظر جسيدا نا من قادونا لوجود أفعاله فيه جبوك وجودة فعلي قد يدوانا موجودة قد يأمر لك برابن لبان كالشي كون كاربا تشك بجاء الكارما يعني لبار في أمر خدا أو أمر يعني فعلي خدا دوانا يعني أو أمر خدا كو أمر ذكا جوان را نكارن نكارن قارش دري نوصا طب لا يمتنعون عليه لا يمتنعون عليه يعني شو نكارن يعني نكارن قارش أمر خدا لقارش أمر خدا دري نكارن في يعني في أوكا خده في غازي كرنا خده في
emri Xudey ku rabuna wan duwan da işlemişken nikarın karşılık bedeni nikarın rane bin yani. Mele. Basa iro hayavra ayet adı dirije. Ve lehu men fis semavati. Ha. Bir ev delile ki emreti nec bu ku eve men ne khase bi akıd et nahvid bejin. Men khase bi akıl ya jize vel ilma yani. İyi iyi vela. Mazi de ben de et bu gayri akıla ya. İyi. نزح براس البورا نن او 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 غالبيا ن ن او غالبي يعني تحزيد نزام زيد تشكي اصلي من نيل براين ذا تفتين جود يعني من جبو عقله هيا جبو غير عقله هيا جبو مختلط هيا ما جبو عقلي هيا جبو غير عقل جبو مختلط هر شش من مثال وديد يعني هر شش براين ذا درباز من جبو مو فرق خاله نحوه ده عقل و غير عقل تب مشترك مونه جبوك عقل عقلي ان شرفلي وانن تعبير بمانه دايه بمانه ندايه سيدا قصد من ده هر دو جد جيهب جيهب ده تن استعمال كرنا وصل بجان ملي سيدا بالدرس برا لبرا ايرو بس با آيات أدنى جلك دريجة بس سيدنا أصابكم الله خير كثيرا ونعمانة خدامة